يا حليم. ازيك يا واد؟ ازاي صحتك؟ ازيك انت؟ كويس. وحشني. انت اللي وحشني جدا. وحشني مصر. والله وانت وحشنا. وحشني مصر خالص. الاخوه المستمعين عايزين يطمنوا عليك. ازيك يا مصر يا واد؟ بخير الحمد لله. كويسه. انت ازيك؟ وسهالي بص بترافقك. وانت دلوقتي احسن من الاول؟ نعم احسن الحمد لله. ربنا يطمنا عليك. احسن يعني التقدم على طول يا واد. وهتيجي قريب ان شاء الله؟ انا ان شاء الله بعد العمليه طبعا هاجي. بالسلامه ان شاء الله. شويه واجي على طول. وتمضي الأيام، ففي 30 من مارس عام 1977 ودعنا ودعناه جسدا، ولكنه بقي معنا روحا وفنا خالدا وتراثا كل يوم يتجدد. نذكره ولا ننساه. نذكر كل نسمات الحب التي عطر بها حياتنا. نذكر كل نفحات الأمل التي غمر بها دنيانا. ونستلهم كل نبضات القلب التي حيا بها كفاح وطنه ونضال أمته. الزحف المقدس قام وصار. فمع انطلاقة ثورة يوليو عام 1952 بدأ الصوت الجديد يصافح الأذان، ثم ينساب صافيا ليستقر في كل وجدان، وليعرف الناس عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ كان عبارة عن روح عشقت الفن، والفن منحه ما يستحقه من حضور ومن استمرار ومن طول بقاء. الحقيقة عبد الحليم حافظ قدر ان هو يعبر عن كل طبقات الشعب المصري، لم يترك مكانا او موضوعا يقدر يغني فيه وتركه. لما عبد الحليم يغني اغنية لينا كان معناه ان هو يوصل للعالم العربي كله، وعبد الحليم كان الحقيقه مطرب العالم العربي كله. في ايام ما بتحبش تفتكرها؟ طبعا، يعني مثلا ما بحبش افتكر اليوم اللي اتولدت فيه. والدتي ولدتني بسبب ولادتي توفت. فده يوم لا يمكن اقدر انساه ولا يمكن اقدر احبه. يعني يوم عيد ميلادك ما بعملوش؟ ما بتحتفلش بيه خالص؟ لا خالص. خالص ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. عبد الحليم كان ليه الحظ انه دخل المدارس الاميرية الابتدائية في الحقبة الملكية اللي كان فيها اهتمام بالموسيقى، واستاذه اللي شجعه في البداية خالص اللي هو محمود حنفي، وادرك ان هذا الطفل عبد الحليم موهوب، فبدأ يعلمه أبجديات الموسيقى في المدرسة، كلفه بأنه يكون رئيس فرقة الأناشيد المدرسية في المدرسة الابتدائية. ما سألتش أنت نفسك في يوم من الأيام اشمعنى أنت كنت الوحيد في المدرسة اللي حافظ النشيد؟ لا طبعا سألت نفسي، لأنه أنا كنت بحب الأغاني وحب أغني، وكل المدرسين وكل الأطفال في المدرسة بيقولوا لي أنت صوتك حلو. لما تم 13 سنة وحاول يدخل معهد الموسيقى
العربية، بس كان سنه صغير. فوقتها كان في معهد جديد ناشئ اسمه معهد الموسيقى المسرحية، وفي المعهد ده اختار آلة الأوبوة اللي كانت آلة لسه جديدة مش معروفة قوي يعني في مصر. كان زملائه كمال الطويل، أحمد فؤاد حسن، وكل الموسيقيين اللي هم في الفرقة الموسيقية المسرحية، عبد العظيم محمد، عبد العظيم عبد الحق، يعني مجموعة من الناس كبيرة. هو تخرج في المعهد العالي للموسيقى المسرحية أعتقد 49-48، وعمل مدرس أناشيد لفترة في بعض المدارس في المحلة وفي طنطا وفي الزقازيق. وكمال الطويل لأنه ابن بشوات فتعين، كان عندك سنة 50 أو 51، فتعين مساعد لمدير إدارة الموسيقى في الإذاعة. كمال الطويل قال له يا عم أنت بتغني، أنت مطرب محترم، ما تقدم في الإذاعة، إيه المشكلة؟ فقدم في الإذاعة وتقدمت للجنة ورفضوني، وتقدمت تاني ورفضوني، ومش رفضوني أني قالوا مثلا ده صوت وحش، لا ده بيغني زي الخواجات. بعديها لما قامت الثورة اتغيرت اللجان، اتغيرت اللجان، جه أستاذ عبد الوهاب سليم حسون، أستاذ رياض الصنباطي الله يرحمه، أستاذ الأصدي، أستاذ حافظ عبد الوهاب، واتقدمت لهذه اللجنة ونجحت. عبد الوهاب قال احنا محتاجين الصوت ده، وتم اعتماد صوت عبد الحليم اللي تحول بعد كده، وهم اقترحوا عليه نظرا لان حافظ عبد الوهاب كان مهتم بعبد الحليم ومتبنيه فنيا انه يبقى اسمه عبد الحليم حافظ، لانه اسم فني اكتر من شبانه. اول لقاء مع عبد الحليم كان مشكله ان يكون له لحن خاص بيه، وان الملحنين اللي كانوا على يعني لهم اسم كانوا بيرفضوا تماما التلحين لعبد الحليم على اساس انه ما هوش اسم مشهور. فعبد الحليم قال احنا مش هنبقى تحت رحمه الملحنين الكبار، وتعال احنا نشتغل. فكانت البدايه قصيده اسمها لقاء. طبعا عملنا تجربه ما لقتش النجاح الواجب كما كنا نتصور. بعد عامين التقينا. الوالد كان ماشي في عند كوبري امبابا كده، فسمع في قهوه في راديو كده وصوت، فقام قاعد ومستني، وكان هو زميله الشاعر سمير محبوب، فقعدوا يسمعوا الاغنيه لحد الاخر، فقال في الاخر سمعتهم عبد الحليم حافظ وكده. فطبعا راح الاستاذ عبد الحافظ عبد الوهاب قال له انا عايز الصوت ده، وقال له ليه حسيت بيه؟ قال له حسيت ان ده صوتي، لان هو كان اصلا كان الوالد مستر محمد مود كان عايز يغني ويبدا طريقه كمطرب برضه. قال انا لقيت نفسي كمطرب مجرد ما سمعت عبد الحليم. فقال له طب خلاص انا ايه هقابلكم بعضه، واتقابلوا في الاذاعه. وكان اول لحن بداوه مع بعض كان يتب رسائل بين شطين يا حلو يصبر. كاتب رسائل بين شطين يا حلو يا صمح، لولا سمارك جوا العين ما كان تنور يا حلو يا صمح. عبد الحليم اخذ الحليات الصوتيه وجمال صوت الموجي في حنجرته هو، ولكن بشكل اكثر احساسا واكثر نقاء. هو الموجي كان اقرب واحد لعبد الحليم في الرحلة، وفي فهم صوته، وفي معرفة مقداره، والالتصاق بيه. الدور الأنبياء عبد الحليم معايا إن أنا جديد وهو جديد، فنفسي حد يغني لي صفي مرة وواحد مشهور يعني. فمشي معايا مرة عند عبد المطلب، ومرة عند عبد السرومي، ومرة عند عبد الغني السيد، إنه يسمعوها ويقبلوا على أخذها ما كانوا يعني بيطنشونها يعني. لغاية ما عبد الحليم اتغاظ، قال الله، ومعنى كل مرة لحد ما يقوميش باللحن، طب والله لم غنيها أنا. وكانت إنه غناها، وكانت بدايتنا إحنا الاثنين. وكان في إصرار إنه يغنيها في حفلة، إنه أنا مطرب وعندي أغنية، فمش عايز أطلع أقول للناس إن أنا كويس بالغناء، إن أنا أغني أغنيات لمطربين مشهورين. نقدر نقول إن في يوم لازمك فيه سوء حظ تفتكره؟ آه طبعاً، في سنة 52 لما ابتديت أغني على المسرح في اسكندرية، ما عرفش هو سوء حظ ولا سوء فهم.
هو قطعا الانسان لما بيطلع بيغني اول مره الناس ما تعرفوش، وبعدين متوقع انه يغني اغاني زي الاغاني الموجوده. فانا غنيت بطريقه تانية خالص وتفكير تاني خالص، فكانت مفاجاه بالنسبه لي انه الناس ما قدرتش تفهم اللي انا بقوله، بالعكس دول قالوا لي انزل وقعدوا هيصوا عليا وكده. صفيني مره وجفيني مره، صفيني مره وجفيني مره، ولا تنسانيش كده بالمره، صفيني مره وجفيني مره. حد جاي زي ما يكون حالف، انا جاي من الريف وهغزو المدينه ومش هتلاقوا زيي، وده حقيقي يعني، ما كانش مفتعل وكان صادق، وكل الظروف الاجتماعيه والسياسيه والفنيه خدمته. فعبد الحليم طبعا كان على موعد مع القبر. ازاي؟ كان في حفله في 18/6/53 في مرور سنه على الثوره، وبعدين على الحفله دي كانت في حديقه الاندلس في القاهره. جه دور عبد الحليم، كان من ضمن الناس اللي هتغني، جه يطلع قالوا له استنى، وطلع يوسف بيه وهبي قال في الميكروفون، جاء انا البيان الثاني من مجلس قياده الثوره، اليوم الغيت الملكيه في مصر واعلن النظام الجمهوري، تصفيق حاد، والان نقدم لكم المطرب الشاب عبد الحليم حافظ. طلع في اعلى موجه ممكن حد يخش فيها مع الجمهور. اذا انني بجواري شاب مغمور لا اعرفه، ألح علي إلحاحا شديدا أن يحتفل معكم في هذا العيد السعيد، ورجاني إلى درجة أنني اقتنعت أن هذا الشاب طموح ويتحتم علي أن أهيئ له الجو والوسيلة، وها أنا ذا أقدم هذا الفرد على مسؤوليته، شاعرا من أعماق نفسي أن طموحه سيلاقي منكم النجاح والإقبال. يعني واحد زي كده موهوب جدا، دارس، جاهز لانه يطلع محترف في اي لحظه، كان منتظر فقط الفرصه، ومجرد الفرصه ما جات له والناس سمعته اتفتحت له كل الابواب. بعد نجاح صفيني مره في 1953 كان في نقله تانية باغنيه اخرى، وهي اغنيه على قد الشوق. اغنيه على قد الشوق ظهرت سنه 54 في يوليو 54، وليها قصه ان هم وقتها كمال الطويل عزم حليم ان هم يصيفوا برغم ان الفلوس اللي معاهم بسيطه جدا، قالوا ما تقلقش احنا هندبرها ونوفر وكده. في فتره وجودهم في اسكندريه كان كمال الطويل كل ما يطلع على البلاج يقابل بنت جميله جدا ابتدى يحبها في سره، فبعد ما يعدي عليها او هي تعدي عليه يدندن كده بجمله يقول على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، ده نيامه كذا كذا، يعني حاول يلاقي كلام جديد مش لاقي يعني. فلما رجعوا القاهرة قابلوا الشاعر محمد علي أحمد واداله المذهب وقال له عايزين نعمل غنوة بالمطلع ده. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، أنا مع عيوني عليك سألوني ويا ما بتسلم. على قد دي عبد الحليم نفسه قال على هذه الأغنية إن هذه الأغنية بداية أسلوبه الجديد اللي هو كان عايز يقدمه للناس، أغنية جديدة سلسة بسيطة، أسلوب جديد في الأداء الغنائي كان يرجع الفضل فيه لكمال الطويل. دم شهودي جرح خدودي في ليل سهادي، في ليل سهادي أكتم. دي الأغنية الشبابية في الوقت ده كما ينبغي أن تكون. الأغنية دي اتقدمت في حفلة 1954، لقت نجاح يعني محدش كان متخيله، وأذيعت في الإذاعة وحققت نجاح والناس بدأت ترددها. بعديها الموسيقار محمد عبد الوهاب طلبه ومضى معاه عقد الأفلام، ومضى عقد معاه لإسطوانات لشركة كايروفون، ومن هنا بدأ مشوار حليم يمكن مع السينما، تحول إلى مطرب سينمائي وحفلات ومطرب اسطوانات، واعتزل كمطرب إذاعي. يعني
عبد الوهاب راجل حريص رحمه الله على الجميع، فبيرقب عبد الوهاب كان يرقب كل الناس اللي في الساحه من غير ما يتكلم مع حد، بيتابعهم. فسامع صفيني مره وسامع لقاء وسامع. وفي سنه 55 عبد الوهاب جاب عبد الحليم وتعاقد معاه يعمل له فيلم، وبعد كده ما عملش حاجه. يعني اداله عربون ودفع وكتب عقد وكل حاجه. فعبد الحليم قلق طبعا، شاب صغير وفي اول حياته وعايز انه الناس تشوفه في السينما، فطبعا مش هيقدر يكلم عبد الوهاب، ما ينفعش. فكان المخرج ابراهيم عماره توسط في المساله، راح قابل الاستاذ عبد الوهاب، قال له استاذ عبد الوهاب انت تعاقدت مع فلان وما عملتلوش فيلم. قال له طبعا. قال له ده شاب جديد، انا ما اضمنش الفيلم هينجح واكسب ولا لا، انا مستني شويه. لان هو كان يعني في الفتره اللي ظهر فيها عبد الحليم حافظ وبدا يدخل مجال السينما ما كانش عنده المكونات اللي هي عند فتى الشاشه الاول اللي كان بيظهر في السينما المصريه في الوقت دوت، فكان لازم يتوجد تركيبه انسانيه يتقدم بيها عبد الحليم حافظ للسينما علشان جمهور السينما يقبل ان ده يكون نجم اول او فتى شاشه اول. فقال له طب ايه رايك سيادتك، انا هستاذنك اخده اعمل له فيلم، والله ان الفيلم نجح هتاخد واحد ناجح، وان الفيلم وقع انت ما خسرتش حاجه. قال له خلاص اوكي. اول فيلم كان سنه 55 بعنوان لحن الوفاء، كان مع المخرج ابراهيم عماره وكتب لي السيناريو محمد مصطفى سامي، وكان البطوله قدامه شاديه وحسين رياض. ايه رايك؟ هايل يا عمي هايل. ده الجزء الاولاني من اللحن اللي هقدمك بيه للجمهور وسميته لحن الوفاء. برافو يا عمي برافو، حاجه جميله جدا، لحن عظيم لبطل عظيم. المخرج ابراهيم عماره ومحمد مصطفى سامي تقريبا رسموا البلان اللي ممكن يمشي عليه عبد الحليم حافظ في السينما، واللي يتناسب مع شكله وتركيبه وضعفه الشكلي او الجسماني. حاجه واحده اللي مضايقاني، لو عترت عليها اوصل للقمه. ايه هي يا عمي؟ الصوت اللي يتناسب مع صوتك، البنت اللي تقدر تقف قدامك وتأدي. موجود يا عمي. انا الربيع انا الغرام انا الهوى. هو طبعا شادية بدأت قبله كممثلة من سنة 47، وبعد كده التقت معاه في لحن الوفاء سنة 55. هو كان بيقول ان هو حب صوت شادية من قبل ما يلتقي بيها، وكان حريص ان هو يختارها ويكون معاه في اول فيلم يقف قدام الكاميرا ويمثله، وبالعكس كمان ده طلب ان هو يعمل معها دويتو. كان هناك ملحنين عظماء زي رادو السنباطي. عبد الحليم لم يتعامل معه سوى في اغنيتين فقط، اللي هو طبعا اشهرهم ابريت لحن الوفا مع شاديه، كان تلحين رادو السنباطي. ولم يتعامل بعد ذلك، رغم ان رادو السنباطي عمل 103 لحن لام كلثوم لوحدها، ولكن كان عبد الحليم يفضل ان يعمل مع الموجي ومع كمال الطويل ومع بريء ومع منير مراد. عبد الحليم كان متمسك بهذا الجيل الذي يرى ان هذا الجيل سيقدم له نغمات جديده عن العمالقه السابقين. هو مش مطرب بمعنى انه مش بتاع ليالي وصوت مرتفع وصوت، بس صوت معبر، وبالتالي ده كان بيستلزم ان يبقى معاه ملحن على نفس الدرجه وكاتب اغاني ايضا بنفس الرونق. اما جه تكتب عبد الحليم اول فيلم بقى، بدل ما كنت زمان بقول ناوي على عندي ومعزتك عندي في العندي والعندي، توب عن خصامك توب وابعت ولو مكتوب ولا الجفا مكتوب، يعني عفوانا وجنسات، لقيتني بقول يا قلبي خبي رهبان عليا وشوف حبيبي دموع عينيا، او هي لي هي فرحة الدنيا. اللي بيكتب ديكها بيكتب بيشدنا كل بيشدنا شد للبساطة دي.
مرسي جميل عزيز كاتب أغنية غزير وموهوب وسنتيمنتال يعني عاطفي للغاية. هو بدل مرسي جميل عزيز بكل اللي عرفهم قبل كده. أكبر رصيد تقريبا في عدد الأغنيات اللي هو كتبها لعبد الحليم حافظ تقريبا 35 أغنية، ولذلك وهو بيكتب كان بيكتب الكلمة اللي في دماغه إزاي عبد الحليم حافظ هيأديها. أستاذ مرسي جميل عزيز كان مع عبد الحليم في أيامنا الحلوة، وإدى الموجي جنوتين وإدى الكمال الطويل جنوتين، الحلوة حياتي وهي دي هي الكمال الطويل، ويا قلبي خبي وليه تشغل بالك للموجي. القدر كما لا يبدو فيه إن مزيكة الموجي فيها نفس الخط، خصوصا صوت عبد الحليم أثر على الموجي أكتر في البساطة. يا قلبي خبي لا يبان علي ويشوف حبيبي دموع عيني. يا قلبي خبي. حلم حليم في هذا الفيلم جاب ثلاث شبان، لكن عبد الحليم حافظ هو كان اسمه الثالث، فاتح حمامه عمر الشريف مع عبد الحليم حافظ واحمد رمزي. بس هو عنده حاجه تانية مش موجوده عند كل اللي موجودين في الفيلم، اللي هي الحنجره الصوت. يا انتوا خلصتوا كده ليه؟ تعالوا غني لنا غنوه من اغانيك اللي ترد الروح، خلي السهره تبقى حلوه. بس المهم تردوا عليا. غني بلا غلبه يا اخي. صوت عبد الحليم خلى حلم حليم حول الروايه من ميلو دراما لعمليه انسانيه لم تحدث في تاريخ لحد دلوقتي. بقول له تغيير ده جنيه قد صوت الولد ده، خلاني كل مضامين الفن حتى في احساسي اتغير. اضحك وافرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها. هو عايز يوصل كمطرب ويوصل صوته للجمهور ومن خلال السينما، لان السينما في الوقت ده كانت اسرع وسيله، ما كانش فيه تلفزيون، فكانت السينما هي الوسيله اللي بتساعد المطرب ان هو ينتشر والناس تعرفه بسهوله. فكان عايز يثبت نفسه كمطرب وفي الوقت نفسه يثبت نفسه كممثل. الناس ما كانتش ملاحقه تشوف عبد الحليم حافظ ازاي، لدرجه ان الفيلمين الاولين كانوا بيتعرضوا في سينمتين متجاورتين، يعني تحس انه كان بيخش من الاستوديو ده يطلع الاستوديو ده يمثل الشخصيه دي يمثل الشخصيه دي، هما شخصيات قريبه من بعض. هي دي هي فرحه الدنيا، دق يا قلبي غني علي. ابتداء من الخمسينيات جمهور جديد جاي عايز نجوم تانيين، عايز يتفرج على نماذج شابه تماثله في السن، تماثله في الطموح، تماثله في الاحلام. كانت الساحة ممهدة لظهور مغني جديد. العيون دي هي أحلامي، هي علي حبي وغرامي، وابتدى عمري بالهوى الغال، وابتدى قلبي يعرف الدنيا. ومن هنا ولدت وظهرت عبد الحليم حافظ وأربكت الجيل اللي كان موجود زي فريد الأطرش زي محمد فوزي. فمن هنا جت أهمية عبد الحليم حافظ إنه جه سيطر على الساحة. ومع ذلك ما لحنتلوش من أول ما عرفته، يعني حاجة غريبة، ما دام عجبني وحبيت صوته وحبيته شخصيا، طب ليه ما لحنتلوش؟ عبد الوهاب معروف إن لما المطرب أو المطربة تشتهر وتحقق نجاح هو ياخد هذا النجاح ويضيف بصمة جديدة على هذا الصوت، مثل ما عمل مع نجاة وعمل طبعا مع عبد الحليم. أما عملت له توبة ونجحت والناس بقت تطلبها منه، قلنا عملنا فيلم عشان خاطر الأغنية. يعني كان الأستاذ بركات، أنا بيني وبينه كان في شركة، فقلنا طيب ما نيجي نعمل فيلم وندخل توبة. توبة 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 ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة.
جه عبد الحليم بقى بعد ما نجح واتشهر كان كاتب عقد بمبلغ 300 جنيه، ساعتها كان اجره وصل 3000 جنيه. فعبد الوهاب ناداه له عشان يعمل الفيلم وناوي يديله 3000 جنيه اللي هو سعر النهارده. قلت للجماعه برضو بتوع الكايوفون انه ده لازم لازم يصعد يعني من حيث الاجر الى اكثر من هذا. هم قالوا لي ليه؟ ما هو العقد جماعه هم بقى بتوع عقد قوي يعني، والحاجات دي ما فيهاش عقد، فيها احساس. ذكاء عبد الحليم بقى قال له يا استاذ عبد الوهاب انا هعمل لك الفيلم بالاجر اللي كتبته في العقد ب 300 جنيه مش ب 3000 جنيه. ده اول الايه؟ المعاملات. وحسبها حسبه ثانيه، قال يعني انا عبد الوهاب هو المنتج، فبالتاكيد هو هيقدم لي الحان في الفيلم، هيقدم لي بتاع 4 أغنيات 5 أغنيات تقريبا في الفيلم. فانا لو طلبت منه بره الفيلم الحان هيبقى اغلى من كده بكتير. فاذا عبد الحليم حافظ كان محظوظ وكان بيعمل بهذا الحظ ويقتنص الفرص لمصلحه فنه اكتر من مصلحته هو. والحقيقه افلام بركات سواء لعبد الحليم حافظ او لغيره فيها سمه رومانسيه رقيقه جدا جدا تتمشى مع موهبه وامكانيات عبد الحليم حافظ واللي مدركها تماما الذكي العبقري محمد عبد الوهاب. بركات ده هو نبيل السينما المصريه. بركات عمل من عبد الحليم حافظ نموذج الحبيب الرومانسي الرقيق اللي الستات بيضحي عليه وهو بيضحي من اجلها، فحاله رقيقه للغايه. انا لك على طول خليك لي، ودي كانت البداية، بداية تعاون عبد الوهاب وبركات وعبد الحليم حافظ سينمائيا اللي هم شكلوا ثلاثي ناجح جدا، رغم ان هم ما قدموش افلام كتير قوي مع بعض. تقريبا عملوا 3 أفلام، بركات عمل 3 أفلام من 16 فيلم هم كل رصيد عبد الحليم حافظ. بعد كده انطلقوا بقى عبد الوهاب طبعا تبناه وبدأ يعني يعملوا الافلام ويبتدي يلحنوا، انطلق بقى معاه يعني بلا حساب بقى بدأ يعمل اللي هو عايزه. عبد الوهاب كان ينظر الى صوت عبد الحليم ان هو صوت خفيف، لون خفيف جديد حديث بعيدا عن الجانب التطريبي. كل الالحان اللي في بدايه التعامل مع عبد الحليم نجد ان هي الحان خفيفه ايقاعيه. يا غنوني وشالوا النوم عن عيني ليالي، ساعة ابكي وساعة يبكي علي حالي، ليالي 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 عهدي وغالي مهما جرى. أنا متهيألي إن عبد الحليم حافظ هو نجح إن ياخد عبد الوهاب لمنطقته اللي هي النغمة السريعة اللي فيها شجن فيها فرح، اللي هي يعني بتختلف عن اللي كان بيتقدم قبل كده سواء في ألحان عبد الوهاب السابقة أو حتى في السائد في هذه الفترة. بتنكر ليه؟ شاور لي عليه أشوفه معاك وأروح وياك، دي قاسي النار وأنا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. ليه يا قلبي يا قلبي ليه؟ يا قلبي يا غالي. طبعاً الكلمة بقت أميل للدرجة العامية المصرية بتاعتنا باللغة الشبابية وقتها، يعني زي ما في لغه استحدثها الشباب دلوقتي واحنا في القرن 21، كان في كلمات بيستخدمها الشباب في النصف الثاني من القرن 20، دي هتلاقيها في الاغنيات بتاعت عبد الحليم موجوده. ومن هنا تم يعني اقتناصه او اصطياده لتقديم هذا الكم من الأفلام سنة 55 و 56، أفلام مهمة جداً مع مخرجين مهمين جداً للغاية. وبعدين يبقى أول ممثل ومطرب يتعمل له فيلم سينماسكوب ألوان
في السينما المصرية اللي هو دليلة. كل ده في سنتين ورا بعض. افتح الستارة يا استاذ شكري. بعد حاجة لفتت النظر برضو ان عبد الحليم تقريبا عرف مرضه سنة 56. المهم ان ده بدأ يظهر على نوعيات من الاغنيات ما كانش بيأديها قبل كده. عبد الحليم حافظ طبعا مرضه اكتشفه مبكرا، او تقريبا كان عنده 28 سنة لما اكتشف اول مرة. كان معزوم على الفطار في رمضان في بيت احد الاصدقاء وكان لحمة بالشطة، فجاله نزيف بعدها، فاكتشف في اليوم دوت ان هو مريض وسافر بره وعمل فحوصات وعرف ان هو عنده تليف الكبد بسبب البلهارسيا. تصوري الدكتور بيقول عنده روماتيزم في القلب وحالته خطيره جدا. مسكين ومش عايش اكتر من سنه. خساره شاب زي ده يموت، كلنا بنحبه ونحب نسمعه. خساره صحيح. بيغلب الحزن على ادائك الغنائي، هل ده له سبب خاص ولا انت بتعتبره لون بيميزك في الغناء؟ ما اعرفش يا استاذ وجدي، وطبيعه صوتي يعني انا ما اقدرش اقول ان انا بفتعله او اسلوب في الغناء، لكن في اصوات هي تخرج حزينه. في يوم في شهر في سنه تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي انا من الأيام. من أول أغنية في يوم في شهر في سنة الحان كمال الطويل، في نبرة بقت حزينة في بعض أغنياته اللي في الأفلام. مرسي جميل عزيز زي ما قلنا إن هو ارتبط من البداية بعبد الحليم، حبه وحاسس بالقهر والضعف اللي كان جواه بسبب المرض والفقر. ده اللي خلى مرسي جميل عزيز يكتب الكلمات الأغنية ديت لما عبد الحليم حافظ كان مسافر في رحلة أو إحدى رحلات العلاج الفترة مبكرة. إنه صوت مطربكم المحبوب أحمد سامي الذي تجرى له في هذه الساعة بعيدا عن أرض الوطن العزيز عملية جراحية دقيقة. هذا الصوت خافت الآن إلا من أنفاس تتعلق بالحياة وتتعلق معها ملايين القلوب التي تعشق فنا. ابني يا رب. دكتور أنا نفسي أعيش. هي ما كانش بيبشر عليه ولا حاجة إن هو هيموت وكده، لكن كان الإحساس اللي عايشه عبد الحليم قدر مرسي جميل عزيز ينقله ببراعة شديدة ويترجمه إلى كلمات أغنية في يوم في شهر بسنة. فرحة كانت مالية عناية واستكترتها الدنيا علي. دي كمان من الأشياء اللي كانت أول مرة يختلط الواقع بالحقيقة عند فنان كده ونلاقيه جوه أفلامه. يعني أنت ما بتبقيش عارفة درجة التوحد ما بين عبد الحليم والشخص اللي بيأديها كانت درجة عالية قوي، لما كمان بيبقى فيه تقريب من الحالة اللي جوه الفيلم بتبقى شبهه، فبيخلي الجمهور يتفاعل معاه. واعتقد ان ده كان سر من اسرار نجاح افلام عبد الحليم في الفترة دي اللي بدأ يظهر فيها المرض عليه. مساء الخير يا صاحبي. ايه ده يا سي جادوليو؟ يطلع مين ده؟ ده ابن المرحوم الاستاذ صبري، صديقي اللي توفى امبارح، يتيم ملوش حد، ابوها الله يرحمه
كان ابن كار زينا. أتاريه مات شحات. قلت أجيبه نشوف له شغلة معانا. أمرك عجيب يا سي جادوليو. وأعتقد إن كان في رغبة ملحة إن هو عبد الحليم حافظ يعني يوجد جزء من مأساته أو معاناته من خلال السينما اللي بيقدمها للجمهور، اللي هو الشاب الفقير اللي طالع من تحت مطحون بيلاقي صعوبات كتير جدا، ورغم ذلك بيتحدى كل الظروف علشان يطلع ويوصل. يا جماعة انتوا فايتكوا حاجة، انا مطرب لسه مبتدئ، محدش يعرفني، فين السميع بس اللي هيجوا يسمعوا واحد مجهول؟ نجيبهم لك بالقوة. مفيش حاجة بالقوة يا جماعة، احنا لازم نطلع السلم من اوله. ايه الحكاية؟ تاكسي ومين هاوس؟ واحنا ما معناش الا جنيه واحد. احنا الجنيه ده هيخلف جنيهات من فضل تدبير الحكيم. واذا ما خلفش؟ ما هيخلف، هيخلف مئات والوف. بكره شوف، بكره شوف الاذاعات والاسطوانات والشركات والافلام تفتكر يا رفعت؟ افتكر ده انا شايف الحاجه قدام عينيا يا راجل. بالنسبه للفيلمين حكايه حب وشارع حب، هنلاقي ان هما تقريبا يعني مع اختلاف التفاصيل موضوع واحد وحكاية واحدة، لكن كان الجمهور بيقبلها منه وكان الجمهور بيحبها وبيقبل عليها، لان يعني دايما قصة الصعود في السينما تحديدا بتاخد كويس مع الجمهور. اتفضل يا استاذ، اعلن عن مولد نجم جديد من شارع محمد علي. نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك نغم. فترة الخمسينيات لغاية نص الستينيات كان في آمال عريضة عند كل الشعب المصري إن في مستقبل جميل جاي، وبالتالي الفقير من الممكن إنه يتحرر من الفقر. هذا الأمل اللي كان موجود بشكل عام في مصر الخمسينيات بعد الثورة انعكس على الأفلام. في كل أفلام عبد الحليم تقريبا باستثناء يمكن أبي فوق الشجرة، لكن الخمستاشر فيلم التانيين لازم كان يحصل مصالحة ما بين هذا الفتى الفقير اللي متعلم تعليم مجاني ويتجوز في الآخر واحدة سليلة الطبقات الأرستقراطية. وبعدين المطرب دايما في هذه الأفلام والصعود بتاعه ده مرتبط بحالة الفقر اللي عنده، وده بيحب حد ممكن يكون متوائم معاه أو مناسب له أو مش غير مناسب زي معبود الجماهير، فدي برضو رحلة. وفي آخر الفيلم الناس بتسقف له وحاجة جماهيرية كده، يعني الجمهور كله عمال يسقف. فهو عبد الحليم حافظ جمع بين هذا وذاك، ودي ذكاء. حاول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك، حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك، أحبك أحبك يا حياة قلبي. بالنسبة لأفلام عبد الحليم، عامل رئيسي من عوامل نجاحها بنسبة تعدي 60% الأغاني، لأن عبد الحليم لما تيجي تقيمي كممثل هتلاقي الحقيقة أنه مش ممثل عظيم، يعني هو ممثل بيجتهد، ولكن ما أقدرش أقارنه بناس كانوا موجودين في فترته كتير بيمثلوا أفضل منه. بحبك كلمة بقالي سنين عايز أقولها لك، لكن ما كانش عندي الشجاعة أقولها، كنت خايف لا تصديني. ستوب سيبت يا أساس، مفيش حرارة مفيش صدق، انت بتمثل يا سي إبراهيم ما تنفعش. بس احيانا بيبقى الانسان كفجر كشخص له سحره بصرف النظر عن موهبته في المجال اللي هو داخل فيه.
أواصر المحبة اللي عملها عبد الحليم حافظ مع جمهوره أواصر أعمق بكتير جدا من قياسه بالمعايير الصارمة للأداء التمثيلي. أنا شخصيا مؤمن بأن البساطة روح الفن، كل فن، الرسم، المزيكا، التمثيل، المفروض أن الممثل يؤدي دوره ببساطة وطبيعة زي ما بيحصل في الحياة. تمام كده كله يا إبراهيم، ده أنت فيلسوف كبير قوي وإحنا ما نعرفش. والله يا أستاذ عاصم من غير ما تحاول تهزأني أنا بقول رأيي. هو في حاجة اسمها ألق أو بريق، هو كان يسكب أو يضح بالألق بتاعه أو البريق بتاعه يعكسه على من حوله. هو البسيط كده والمتواضع وما عندوش أي نوع من أنواع التميز إلا صوته. ما تكلمنيش على الحب، ما تفكرنيش بالحب، لا حياتي هي حياتي ولا قلبي أصبح قلب. الممثلين اللي اشتغل معهم عبد الحافظ الممثلات بشكل خاص كانوا جبارات. فاتر حمامة تشع عليه في موعد غرام وتشع عليه في أيامنا الحلوة. شادية عملت معاه 3 أفلام تشع عليه وعلى جيله بحاله، لحن الوفاء وفيلم معبود الجماهير شعاع. المطربة الوحيدة تقريبا اللي يعني عبد الحليم حافظ اختارها ان هي تعمل ديوتو معاه كانت شادية. مثل قدام صباح ما غناش ديوتو مع صباح، صباح غنت وهو غنى ولكن لم يغني مع صباح ديوتو، رغم ان صباح صوتها جميل جدا. ليه بقى؟ لان ذكاء عبد الحليم شايف ان خامة شادية قريبة من خامته، لذلك كان في تجانس جميل جدا في هذه الدوتهات اللي عملها منير مراد. حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة، حاجة غريبة، أنا حاسس إن ده يوم عيد. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة. وأنا حاسة الصوتين في تباينات كتيرة فيهم. صوت شادية في شقاوة، عبد الحليم حافظ صوته في درجة من الروقان الشديد جدا. الاتنين مع بعض بيعملوا الحالة اللي بقت متبلورة في حاجة غريبة، ودي حاجة غريبة فعلا. اهي بتشاور بتشاور، اهي بتقرب بتقرب. وفي رأي شادية المطربة، هل يتميز عبد الحليم حافظ بلون مميز في الأداء؟ صوت مصري أولا، يعني صوت تحسي إنه فعلا من بلده، كيف من الترعة، من بيلعب في الطين، بيطلع الشجر، بيشوف الخضرة، ده صوته، ده اللي تحسيه. وما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. ولا كنت عبد الحليم قيل إن هو صوته ضعيف، لا يستطيع يعني يغني الأغاني اللي فيها قوة وطبقات عالية. فالموجة طبعا باعتبار أنه هو كان ملاصق لعبد الحليم وعارف صوته وعارف إمكانياته، ويعتبر عبد الحليم هو حنجرة الموجي، ولكن زي ما قلنا بشكل أكثر إحساسا وأكثر شجنا. حب الموجي يثبت أن عبد الحليم يمتلك إمكانيات صوتية عالية جدا، فبدأ له بأعلى درجة في السلم الموسيقي بكلمة جبار. جبار جبار في رقته جبار. أول ما بيدخل بالغنى بأغنية جبار، المسافة دي، الطول بتاع النغمة دي 6 موازير، دي محتاجة نفس قوي جدا، قوي وطويل، لأنه الطول ده لو نفسه مش مظبوط ومش قوي ومش طويل النفس يتذبذب، فتلاقي يقول جبار يرعش منه أو يخس، ما تبقاش النوتة ثابتة. لذلك عبد الحليم هذه الأغنية الوحيدة الذي لم يغنيها عبد الحليم على المسرح إطلاقا. ليه؟ لأن هذه الأغنية ممكن أنه يخون إحساسه
وممكن تهرب منه بعض النغمات. أبو حليم عايز يحافظ على صورته كعبد الحليم. جبار جبار. طبعا الجمهور المصري مرتبط أكتر بالفيلم، بيبقى فيه أغنية ورقصة وكل ده، لان ده كان موجود كمان في فترة الثلاثينات والأربعينات، وإلا ما كانتش أفلام محمد عبد الوهاب كلها نجحت. عبد الحليم قدم الخلطة دي، الخلطة دي اللي هي لسه موجودة على فكرة لحد دلوقتي، بس بتختلف معطياتها. طبعا نجح في ده، وما كانش كمان متوقع ان اخر افلامه اللي هو كان فيها حالته الصحية في ادناها، ابي فوق الشجر، انه ينجح النجاح ده. سعادة مش هتعمل لنا قصة زي بتاعت السنة اللي فاتت عشان نغني معاكم؟ ان شاء الله هتكون اكبر واحسن من بتاعت السنة اللي فاتت كمان. فيلم أبي فوق الشجرة يعتبر علامة من علامات السينما الغنائية في مصر. هذا الفيلم بالتحديد كتبت له عوامل النجاح بطريقة قد لا تتوفر لفيلم تاني. عبد الحليم حافظ حاول إن هو يكفل لهذا الفيلم كل وسائل النجاح، حط فيه يعني كبار الموسيقيين، كبار الشعراء اللي كانوا موجودين في الفترة ديت، محمد عبد الوهاب لحله، طبعا منير مراد قدم له أغنية قاضي البلاج، بليغ حمدي عمل أغنيتين، محمد الموجي عمل أغنية، وكان مع مخرج عنده رؤية جديدة اللي هو حسين كمال، وكان مخرج جاي يقدم الاستعراض في أو يعيد الاستعراض في السينما المصرية مرة أخرى. اسم الهوى والشمس والبلاشات، باسم الشباب والحب والأجازات. دي أول على فكرة ظهور الفيديو كليب كانت في الفيلم ده، إنك أنت تاخد الغنوة دي لوحدها وتعمليها فيديو كليب لوحدها. طبعا كانت غنوة هايلة يعني، كلها خفة دم وكلها كلام يعني يناسب شباب اللي موجودين في الفيلم. وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام، ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة، وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة والأمر لك يا قاضي. والألحان نفسها، لأن كان منير مراد بيميل إلى السماع الأغاني الاستعراضية الغربية في بداية حياته، كان بيحب الأفلام الاستعراضية الغربية، علشان كده نجح جدا في هذا اللون، رغم ان هو استعراض واحد ولكن نجح جدا في هذا اللون. ونسابق الموج والهواء والشوق ونسبة، والبحر عارف حبنا والشط راسي، دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي. والاستعراض على البحر في مكان مفتوح مش في استوديو زي ما حصل في أفلام أخرى، فده خلى في إحساس بأن السينما بتتغير. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود. يعني في أغنية يا خليل القلب اتكلفت في الفيلم 12,000 جنيه الأغنية دي بس. ال 12,000 جنيه دول كانوا ميزانية أي فيلم أو أقل من كده كمان، يعني كانت في أفلام بتعمل بأقل من كده في الوقت ده، وكانت دي حاجة يعني برضو جنان إن هم يعني يصرفوا على الأغنية بالشكل دوت، لأنه كان عايز عبد الحليم حافظ إن هو يعمل فيلم يعني مختلف، وما عرفش ده كان إحساسه الداخلي إن ممكن ده يبقى آخر فيلم ولا إيه. ومن هنا نجح الفيلم. نجح الفيلم تركيبة غريبة جدا جدا ما تعملتش في السينما الغنائية بعد كده، ما تعملتش. عرض 52 أسبوع في صيف 1969، وأعتقد أن دي التجربة دي خوفت عبد الحليم حافظ أنه يرجع يشتغل فيعمل حاجة أضعف، وعشان كده ما قعد لحد ما توفى حوالي 7 سنين منتظر. تجربتك في الأفلام السينمائية، نعم، تعتقد أنها تقدمت ونجحت فيها؟
أعتقد. إلى أي مدى يستطيع المطرب أنه يكون ممثل جيد في السينما؟ ما لم يكون صادق. مقياس الصدق إيه؟ مقياس الصدق هو الإحساس الصادق. حالة عبد الحليم، شكله، الولد اللي ما بيملش للعنف، في نوعية من البنات والستات وقتها حبت النموذج ده، الرجل المسالم، الرجل اللي صوته حلو، اللي بيحسسك انه دايما بيغني لحبيبته واقف جنبها، يعني مزيج ما بين الصوت والقبول والباشن، الاحساس، الدفقة الشعورية اللي عنده دي ما كانتش عند اي حد، كان عنده دفقة شعورية جامدة جدا، جاست انه يقول اي حاجة تصدقيه. وعلى فكرة اللي شجعه من اول حياته لما طلع الشبان قبل الكبار، ولو ان اغانيه كانت بتعجب كل الناس، لكن اللي كانوا بيشجعوه فعلا الشباب اللي زيه، يعني قدر فعلا يعبر عنهم وعن سنهم وعن مراحلهم وعن احلامهم وعن امالهم، كل ده بمنتهى البساطة. أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي ضوي أحلى الصبايا أنا الهوى.